موت 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 يا شادو مان. لاعبين الزومبي طول عمرهم كانوا عم يطالبوا الشركة انه يسووا لنا ماب زومبي بمصر وبالاهرامات والفراعنة وشي من هالكلام. للأسف ما شفنا هالشي لا بقصة الايثر ولا بقصة الفوضى. بقصة الفوضى شفنا شيء بسيط عن الفراعنة بماب اي اكس، بس شكرا للكوستم ماب على البي سي في شخص سوى ماب كامل جوا هرم، ماب فعليا تلعب جوا هرم بمصر وفي بوست فايت بالاخير اللي هو شادو مان، ماب جدا رهيب. فبهالفيديو رح نلعب الماب مع بعض، فيلا خلينا نبدا. طبعا يا شباب مثل ما متعودين دائما لما العب شيء على البي سي اورجيكم الجهاز اللي راح العب منه، واليوم راح العب بلابتوب اومن باي اتش بي فيه كارت شاشه RTX 2060، فمعناتها الشيء انه راح تلعب العاب بجرافيك جدا عالي، والالعاب اللي فيها خاصيه تتبع الاشعه او الار تي اكس راح تشوفها بشكل جدا خرافي اللي هي انعكاس الضوء على الاسطح او شيء من الكلام. والاهم من هاد كله انه راح تلعب العاب بفريمات فوق ال 144 واحيانا توصل لل 200 باستعمال هاللابتوب، يعني مو والله بي سي لا، باستعمال هاللابتوب بسيط راح تلعب على فريمات 144 وفوق. فاي لعبه كومبتيتيف نفس كول اوف ديوتي، فورتنايت، ببجي او اوفر واتش راح تحس بادفانتج جدا كبير بلعبك. اللابتوب قوي جدا قوي، راح يفيدك بالجيمنج اذا بدك تسوي لايف ستريم منه، بدك تفتح برامج ثقيله معينه او تسوي عليه فيديوهات لليوتيوب، فينه يسوي هالشيء كله. وبنفس الوقت مثل ما شايفينه قدامكم حجمه جدا معقول وجدا خفيف، فاذا كنت طالب جامعه او طالب مدرسه تستعملوا لابتوبات فيها، فينك تاخده معك بكل سهوله بدون لا تاكل هم انك رح تاخذ معك لابتوب وزنه 10 كيلو وشكله جدا غريب. لا، اللابتوب شكله جدا انيق جدا عادي وبنفس الوقت جدا قوي، فراح يشغل لك اي لعبه اي برامج للجامعه تحتاجها اللابتوب راح يشغلها بافضل اداء. واي واحد يلعب على اللابتوب او على البي سي دائما يعاني من مشكله، هل العب بجرافيك عالي ولا بفريمات عاليه؟ اللابتوب هذا بكرت شاشه RTX 2060 فيه خاصيه اسمها DLSS اللي بتعمل لك توازن اوتوماتيكي بين الاثنين، فما في داعي تخفف الجرافيك لتعلي الفريمات او العكس. وبالاخير مثل ما شايفين قدامكم شاشه اللابتوب 144 هرتز، فيعني ما في داعي والله انك تشتري شاشه جيمنج وتوصلها على اللابتوب، شاشه تبع اللابتوب جدا خرافيه. فلمعلومات اكثر عن اللابتوب ولينك الشراء شيك اللينك الموجود بالوصف، وشكرا ل اتش بي لرعايتهم هالفيديو، ويلا خلينا نبدا. اوكي شباب، فحاليا راح ندخل الماب، ومثل ما قلت لكم هيكون معي احد من المشتركين او مو من المشتركين، محسون اذا بتتذكروا عمل كثير فيديوهات ببدايه بلاك اوبس 4، فيا هلا والله محسون. يا هلا والله فيك. يا هلا، تمام جاهز؟ بإذن الله. يلا يلا ستارت جيم. فصراحة ما شفت إلا فيديو لليوتيوبر نوح وقاعد يلعب الماب، وبس شفت شيء بسيط فما أعرف أي لغز. أنا ومحسون، محسون أنت ما تعرف أي شيء صح؟ لا شفت بس شويتين من التريلر وكان كله تخبيص يعني، لكن ما فهمت شيء. أوكي، عنا هون شادو مان كاتبين هولد مربع تو اكتف بوس فايت مود. بوس فايت اوكي يلا، بوس فايت بوس مود اكتيفيتد اوكي اظن يعني. طيب. في طب ليش ما في زومبي؟ ما في زومبي، ما في اي شيء هنا. ستارت جيم اون مود بوس. اوكي بدانا. اوه ثواني، شوف في هارد، في صعوبات نورمال ايزي هارد. انا اعطوني كل البركات راوند 35. لا لا لا، نعم نعم. والله والله ايش والله. اوكي تبيها نلعب هيك البوس على طول ولا تعرف ايش انا رايي؟ لا خلينا نلعب طبيعي. اوكي شباب رجعنا دخلنا مره ثانيه لانه فعلنا وضع البوس، رحنا على البوس على طول من شوي، نبي نلعب الماب بشكل طبيعي. فاي ما راح نفعل وضع البوس، لو رحنا هون عند الشادو مان وضغطنا مربع راح دخلنا على البوس. نحن بدنا نوصل للبوس بشكل يعني مثل ما يقولوا بجداره عن طريق اللغز. ايوه، ففي صعوبات صح مثل ما قلت. شو رايك نروح نورمال هارد ولا ايزي؟ هارد لا، نورمال ولا ايزي؟ مبدئيا على نورمال. على نورمال نورمال تمام. يلا ضغط بس ابغى نبدا من هنا صح؟ ايوه ايوه اوكي. طيب في البوس ما كان مكتوب بوس. حلو اوكي، الحين نبي نوصل للبوس بتعبنا. صح ما اقدر.
1500 اي صح اوكي. في هون في هون بورتل ما ادري ايش. انا رايي اني ما نفتحها نصبر شوي خلنا اظن لو فتح ولا خلنا نجرب ما ندري ما نجرب شو البورتل. اوه كولكت في عندي حاجه هنا فتحت البورتل انا. شوف شوف عندي هنا في قبعة ما ادري هو ذاك اللي في موب ذا ديد تيالي ولا قبعة ذا ويزل. اي والله اخذتها انا اظن شخصيتك يلبسها يعني. ما ادري مو راضي ياخذها. في جرامافون ضغط مربع على الجرامافون. مو راضي ياخذها ما ادري ايش المشكله. طب خلنا نفوت بالبورتال. لا في شيء. اوكي اخذت علم. هذا مو نفس الشادو فيبل. ايوه نفسه. تعال تعال خلنا نفوت بالبورتال يلا. waiting for connection. لا والله ما يمدينا ندخل. اوكي طب ليش 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 تفتحوها؟ او موسيقات ماب بارد. انا ما يبغى لي اشغلها. ضغط مربع هون. ضغط مربع هلا والله ماكس. طب نحن نحن نبي نبي اسلحه ما نبي ماكس والله. ديبلوكيت ويبن هيت باب. في باب؟ اي بالفين. وين وين؟ هنا. اوكي اوكي يلا يلا مش فتح. نبي سلاح. في 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 اي سلاح على الحيط عندك؟ لا ما شفت. في في ريتشوال ريتشوالون تاخذ ارواح. في بوكس ممكن في بوكس في بوكس خذ خذ لك سلاح من البوكس. انا ما شايف. هون هون البوكس عندي عندي هاي فتحته هنا. الله لا يمينك. هلا والله بالار بي دي وقطع الدرع. حلو والله صوت السلاح مره عالي بس يا ريت لو تحميني قاعد بس اوطي صوت ال عندك ام 4 الاس اف اكس فوليوم اظن هاي لازم اوطيها. هذا اخر واحد. لا هنا في بيرك ما ادري ايش هذا. وين هذا بيرك ال ديد شوت تبع اللي يخلي عندك يعمل هيد شوت. هنا هنا من ال هلا والله. لا هذا بيرك جديد بس كيف نوصل له؟ زاويتي في بيركين. هاد شكله الشكل نفس استهبال الشركه بماب داي رايس اللي يحطون لنا بيركات نقدر نشوفها بس ما نقدر نشتريها. والله لا انا اشوف اتوقع بعد ما شفنا 20 بيرك عند البوس. صح 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 صح. انا قاعد اجمع ارواح. ايوه صح انا نسيت. لا لا لازم يقربوا قاعد اذبحهم من بعيد انا. حلو بنزل بشرب كويك ريفايف. اوكي في باب في باب 4200 يا حبيبي. اوكي ما راح نضوع فلوسنا. خلنا نشوف شو راح يصير بس نعبي ارواح البورتر. شيك البورتر شغاله نفسها waiting for connection. في كبوم بس لا ما راح اخذها نجمع فلوس. امسك 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 ظهري انا من هون وانا من هون. اوكي ريتشوال غريبة طول ولا؟ اي والله اخذ كثير ارواح. اصلا ما معنا فلوس نتحرك ف مو خسرانين شيء. صح والله صدقت. خلنا ندور اذا في اي. ايوه ايوه شو راح يكون؟ كلاب؟
خلنا نشوف ان شاء الله يبتكر، ان شاء الله ما تكون كلاب. نمور. اوكي نايس والله، هم كلاب يعني بس انه سكن نمور. حلوة الفكرة. اوه كمان ياخذوا ارواح للريتشوال فحلو. ريلود ريلود. بطي بطي بطي. لا حرام يا شيخ يا شيخ. الله خلص رصاصي. انا ريلود ريلود. ما ادري جدا طولوا. لازم نفتح الباب اظن. اروح احاول افتح الباب. لسه باقي لك كمان شويتين. مو 4000؟ 4200. اوكي شوف هذا اخر واحد. شكله اخر واحد. والله مره طولوا مره مره. فين الجقر بس؟ اي والله. اوكي فتحت الباب الثاني. سبيد كولا حلو، نحتاج سبيد كولا. بس في ريتشوال وما خلصنا الريتشوال اللي عنا. اوكي خلنا تحت. لازم نخلصها عشان ناخذ البيرك. ما ادري والله، بس اظن لازم نخلصها مشان البوس فايت. استمنا. فينا ريتشوال ثاني صح؟ ايه بس اظن لازم نخلص الاولى لا تشتغل. اوه خلصت الريتشوال، خلصت حلو. يلا رتشو، خلينا نشغل الرتشو اللي هون. واحد. الباب اللي بعده بكم؟ 6700. يا حبيبي مشوار والله. يلا الباب الجاي عليك. فتحت بابي. ابشر. اوكي نشوف شو في قطع ناخذها هون. اذا تبي قبل لا تفتح الباب معلش اشرب سبيد كولا. خلنا ننهي الراوند سريع وناخذ كبوم. طيب اذا انحشرت قل لي باخذها. لا 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 خلص اخذها. حلو راح اخلص الامو. اوكي انتبه. لا انتبه للموت عليها بس. فين هنا؟ انا وياك. شوف انا راح امسك الباب وانت امسك وراي. شو رايك بمسك الباب اللي تحت انا؟ اوكي وانت امسك وراي. ونحن الاثنين كل شوي حد يطلع يمين يسار لو حد رسب يمين او يسار. انا الى الان الوضع عندي تمام. حتى اذا جوك ما في الا رسبونين. حلو اذا جوك اثنين او ثلاثة وتحتاج قل لي مساعدة بلف لك. اوكي احتاج مساعدة. يلا يلا تلخبط لخبط الوضع. حلو حلو. لا يلا يلا امسك مكانك وامسك مكاني مرة ثانية. اوكي لا 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 لا, لا. تبي لا تموت بس. جا لا إله إلا الله. فتحت الباب؟ أي فتحت الباب. أوكي شباب نحن حاليا بالمحاولة الثالثة وفتحنا الباب الثالث. وفي جقر. في هنا ترى تعال شوف في بيرك ب 4500. والله لو ايش اهم شيء الجقر. خلنا نشوف. As a chance to double the points you get from zombie. اوكي دبل بوينت. يعني دبل بوينت بدل ما باور بدل ما يكون باور اب بصير بيرك. بس حلو بيفيدنا البيرك هذا جدا. للفلوس صح؟ لان اظن لسه في كثير ابواب نفتحها. في عادي ماكس سامو. كويس ما عندك مشكله خذها. يلا فين؟ اوكي خلصت الريتشوال.
اوه كويس. لا مو كويس، ما هلنا فلوس للباب حرام. ممكن اتوقع هو قاصد عشان يخليني اجمع فلوس للباقي البركات. اوكي خلينا خليهم مسحهم ساعة عشان خلينا ناخذ كبوم. سريع 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 سريع. خلاص باخذ كبوم. اوكي. اتوقع المفروض اخذ سبيد كولا بعد كذا. اي انا افتح الباب، انت خذ بركات. خذ سبيد كولا اي لازم. حاول ركز على الهيد شوت عشان ناخذ جمع فلوس اكثر. او تشخيط بس لا هم الحين عددهم كبير شوي. فالتشخيط الحين والله الحين بقول لك انه التشخيص خطر بهالراوند. اصبر شوي. والله اني قاعد جقر اهم شيء جقر. اوكي انا جمعت سعر الباب. فيلا بسم الله. اوه هون في بورتل وفي هرم. اوه الام بي دي. اوكي يحتاج سمنين كي. طيب ننجب. اوكي في هل ممكن نروح الان اوه في بورتل. هذا الكونكشن اللي يقصده شكله. ايه اوكي لا بوس فايت ولا هم يحزنون. اصبر خلنا نشوف. اخذت جقر اي جقر فاس. حلو جقر وسبيد كولا دائما يكونوا معاك. 11000 يا ظالم. 11000 هو في باب زيادة. ايه مالك. بحاول انا اجمع. انت امشي خذ سبيد. اظن راح ادخل فيها يوديني فوق. خليني اجرب. يب فقط اني اتنقل. الحين بدهم ارتيفاكت. اظني الارتيفاكت يا بالباب اللي بعده يا شيء موجود قبل ونحن ما شفناه. اوكي نقول بسم الله ونفتح الباب. يلا هو 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 نعم 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 يا خوي. في ريتشوال هنا. باكا بانش. هاي الباكا بانش. يلا روح يا وحش. هاي الباكا بانش. وفي ريتشوال الحين. الله يستر. كم سعر الباب؟ 13000. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هكمل كذا ما ادري والله. ما ادري متى راح نوقف. الله يستر. انا طورت. اذا في شيء اوكي انا بطور. اوه والله عجبتني فكرة التطوير. جولد يصير لون سلاح ذهبي. صدق انا ما فاهم. مو ما شو اسمه هذا قاعد في الظلام. اي والله صح. في تطوير لا ما في تطوير اكثر مرة. اوه خلصنا الريتشوال. طيب الحين ما راح ندفع فلوس. نبي 13000. كم هو الباب؟ 13500. روح روح انا فين؟ يلا تعال 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 تعال. حلو ايش فيه؟ هلا ميول كيك او الكتريك شيري. شيك الباب الثاني. والله خايف اشيك. توقع 15000. اي و700 يعني 16000 تقريبا. حلو عندي فلوس وانا رتشوال الامور تمام. في عندك البركات 200 لكل برك. اي صح. خلصت الرتشول بسم الله.
ايوه الباب الاخير خلاص بي اتش دي فلابر اخيرا في ريتشل. اوكي وهذا ايش هذا؟ بنانا هو... كلادة. ايوه اذكر لعبت ماب كان في كان مشابه ماب ل شو اسمه دريز. يب في الاخر راديو هشغله المفروض تشتغل غنية. هلا والله نايس. الله هذه حقت دريزي دريس. ايوه لا اي مبلا لا مبلت صح صح تبع دريس تبع دريس. تن 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 او شيلد ابني شيلد. اوه كويس اخيرا. اوكي الحين يبينا هو في باب بعد ما في صح ما في خلاص اظن بس نخلص الريتشوال هاي راح يعطونا السمنن كيل المفروض. اي صح ممكن بعدها يصير على البوس. يب طيب دام خلاص ما نحتاج نفتح باكجات باكجات ابواب يخرب. ايوه اللي على اليسار ما هو ضروري اللي على اليمين مهم. العين ابي افتح يطالع الريغن. ما لاحظت في سلاح مام. يب انا ما اخذت الا والله اخذت اشمال حسب ما اخذت شيء. ايوه دروب سلاحي صار دايموند. سلاحي صار الماسي والله. كيف تغير لونه من جولد للماسي؟ شكله والله. خلصنا الريتشوال. طيب اوه طلع ورا. اوه باب. هلا والله. اوكي نعم ويدز واين نحتاجه والله. ويدز واين بيرك مهم بيرك جديد. هذا ايش قبل قم حلو داينج ويش. داينج ويش البيرك حلو والله. 5000 في بورتل هنا اظن. هاي بورتل بس مفروض. وهذا ايش ريجن ايمو. لا 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 حرام يا الله. اصبر 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 قاعد اقرا البيرك. مش لا حواليك زحمه وما عليك ما عليك. اوكي خلاص انتبه في بسم الله. يا الله خربت على اخر لحظه. انا حطيت العلكه اللي تخليني كل شوي يعطيني سلاح. ايش هذا البيرك instead snails instead of last stand the player goes into brexic mode giving them immunity for ها دانجوش. اوكي دانجوش حلو والله راح اخذ دانجوش الصراحه. اولو في بيركهوليك. اوه سمنن كي. اوه لقيتها فين في نص الهذا فوق. ايه اخر شيء فعلت. لا 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 معاي معاك انا صوتيا ولكن ليل. اوكي خلاص اظن راح ندخل البوس على طول لان احنا وصلنا البوس خلاص. اوكي شباب حاليا راح ادخل على البوس. راح ادخل لحالي ما راح ادخل مع محسون لانه دخلنا مع بعض وكان في جلتش. الجلتش اللي هو انه هو ما يجي له ولا سلاح ولو هو الهوست انا ما يجيني ولا سلاح فراح تكون صعب انه شخصين وواحد ما عنده اسلحه ف راح احاول اسويها سولو. شفت فيديو البوس جدا صعب اللي هو الشادو مان بس راح نحاول فيلا. طبعا ما في داعي اعيد كل شيء من الاول احنا مش وصلنا للنهايه فينا نبدا البوس بس فصل علينا. فبس اجي هون اضغط مربع بعدين اجي هون وبس اعطانا بي اتش دي فلابر بنانا كلادا البوس اللي يعطيني امو زياده بوس تبع السلحفاه جاجر سبيد كولا
اللي يعطيني فلوس اكثر مدري ايش. المهم اعطاني كل البركات وثلاث اسلحه. اوكي سلاح الاول كويس، هذا سلاح خرافي، هذا كان معي بالجيم. اوكي اسلحه حلوه، هذا الشادو مان. طيب بسم الله بسم الله. الحين اللي شفته انه لازم ادبح جنب واحده من هدول ليطلع منها نار بنفسجيه. هاي ما طلع، ممكن هون ما طلع، ممكن هون. المهم ان واحده منهم راح تشتغل بشكل عشوائي، فننتظر ونشوف. مونكي هون وبدبح اكبر عدد. ايوه اشتغلت 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 اشتغلت. فلازم تاخذ اكبر عدد من الارواح، لازم تصير لونها احمر. طبعا اظن كلهم يشتغلوا. لا اوكي واحده اشتغلت، فلازم اضل ادبح عندها ليصير لونها احمر. ليش طفت؟ لسه شغاله. اوكي لو ذبحت هون راح تشتغل هي كمان. اوكي كلهم يشتغلوا. لازم مو لازم اخلص واحده واحده، عادي افعلهم كلهم بنفس الوقت. كنت بموت. اوكي النغمة صارت حماسية. ما بياخذوا ارواح ليش؟ اوكي اظن باقي هي ما ذبحت عندها ابدا. هيا مي مونكي. صار عندي لون السلاح دايموند، صار دايموند كان ذهبي. ماكسامو. اوه يعني يمديني ادمج البوس الحين. المفروض يمديني ادمج البوس. حرام رجع الشيلد. اوكي ماكسامو ناخذ الماكسامو. حلو حلو، لازم نرجع نعيد نفس الشيء نفس الشيء. خلاص هاي ما عاد تاخذ ارواح صح؟ خلصنا من هاي. باقي اللي على اليمين واللي في النص، اللي في النص جدا صعب ادبح عندها. وهي خلصنا، باقي اللي في النص بس. اوكي برمي مونكي. خلصت. تدمير شادو مان. تعبان. لا. اوف كنت على وشك الموت والله. اوكي برمي مونكي مرة ثانية هون. الحين باخذ الماكسامو، برمي مونكي بوم. يلا موت يا شادو مان. دارك ماتر
صار لون السلاح دارك ماتر. حرام حرام. لا 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 لا. طب عندي المفروض بيرك داينج وش. ما عندي امو. طيب يا شباب هذا فيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم. حاولت صراحة بس صعبة جدا صعبة، وصار يصير معي جلتشات اخر شيء ما ادري صراحة، بس هي المهم انه ما في كاتسين لحل اللغز او شيء، يعني لو حليته خلاص بس بيطلع لي جيم اوفر وهي وحش مبروك حليت اللغز. في شباب هذا فيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم. اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تدعم الفيديو بزر لايك وشاركونا بالتعليقات اراكم عن الماب وعن اداء اللابتوب. وبس كان معكم شركة كيش، كان دي هاد تاني ان شاء الله. مع السلامة.